اذا كان هو حديث السيد كوزمين ايضا الكابتن احمد الصوالح. احمد اليوم يعني في الهجوم لم يوفق الفريق الهلالي، اضاع الكثير من الفرص بالنسبه للفريق الهلالي. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على هذا المستوى اللي صراحه يعتبر مستوى جيد بين فريقين كبيرين. زي ما انت شايف كلاسيكو طلع منظم، طلع مستويات ارقى، وهذا يدل على ان مستويات الفريقين كبيره. احنا كنا نطمح لثلاث نقاط بس ما الله وفق، الحمد لله شيء من لا شيء، نقطه واحده، وان شاء الله نطمح ان شاء الله بعد العيد لتحقيق نقاط الصداره باذن الله. احمد، يعني بخبرتك مثل هالهجمات اللي تضيع، هل هي تكون عدم تركيز، ارتباك؟ ابد ما في ارتباك، يا اول واخرا توفيق من رب العالمين. انا نطمح لكل مهاجم او اي لاعب يطمح للتسجيل وانه يفوز فريقه، بس يمكن عدم توفيق من رب العالمين، وان شاء الله ان المدرب ينتبه لهذا الشيء، واحنا ان شاء الله باذن الله نحاول نركز باذن الله ربي يوفقنا ان شاء الله. شكرا لك. عفوا. اذا حديث